أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله
وللكافرين عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وقد أنزلنا آيات بينات وقد أنزلنا آيات بينات وقد أنزلنا آيات بينات آيات آيات بينات وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد كل شيء شهيد كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم.
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة آمنوا
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وأطهر لكم وأطهر خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فالله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 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 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم
أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار أصحاب النار أولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء على شيء ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء على شيء أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ألا إنهم هم الكاذبون ألا إنهم هم الكاذبون إنهم هم الكاذبون ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين 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 في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم واليوم الآخر يوادون من حاد
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الإيمان وأيدهم بروح منه في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون.